حياكم الله مجددا في هلا. الأمن الفكري وموضوعات الأمن الفكري وحاجة كل المجتمعات والأوطان والبلدان إلى تعزيز ثقافة الأمن الفكري، الاعتدال، الوسطية، صد كل ما يمكن أن يخل بالأمن الفكري من الأشياء العظيمة التي نحياها في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة، أننا في أكثر مراحلنا اعتدالا ووسطية ودعوة إلى الأمن الفكري. ومن يستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية، نحن دائما دعاة سلام واعتدال ووسطية، بل وثقافة تعزيز الأمن الفكري بالاتجاه الإيجابي عندنا مرت بتجارب كبيرة وكثيرة جدا، وصلنا فيها إلى هذه المرحلة المزدهرة والمضيئة والجميلة. سنتحدث عن معززات الأمن الفكري بشكلها الإيجابي في المجتمع إجمالا مع ضيفة الكريمة التي تنضم إلي هنا في الاستوديو، الدكتورة فهدة العريفي، وهي المستشارة والباحثة في مجال الأمن الفكري. دكتورة مساء الخير وشكرا لقبولك. حياك الله. اليوم إذا قلنا تعزيز حضور الأمن الفكري بشكله الإيجابي الجميل، من وين نبدأ؟ من وين ننطلق؟ الحقيقة الأمن الفكري تعزيزه يبدأ أولا من الأسرة. الطفل من عمر سنتين يبدأ يتلقى المعلومات اللي تمد فيها الأسرة، التعليمات اللي تمد فيها الأسرة. طبعا هي تعزيز الأمن الفكري، البعض ممكن يقول لك فقط هو مسؤولية الدولة، لا، هو مسؤولية بين المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بالتنشئة جميعها، ما بين المدرسة، المسجد، الأسرة، الإعلام أيضا. خلينا ناخذها واحدة واحدة، جيت لساحتنا. طيب الأسرة أول شيء، صح؟ طيب الأسرة يفترض داخل العائلة، داخل الأسرة، من متى تبدأ حوارات أو أحاديث اللي تعزز الأمن الفكري، أو حتى المواقف والأحداث داخل الأسرة، من متى، سن كم؟ تقريبا من سنتين يبدأ الطفل يأخذ التلقين المتلقى من والديه. خصوصا انت تعرف انه الوالدين هم القدوة الأساسية للطفل، فكل ما يلقيه الوالد او الوالدة على ابنه هو بالتالي ايضا حيعمل نفس الفكرة. لذلك من المهم جدا انه يبدأ حتى من عملية اللي هي زي ما يقولك في الإسلام اختيار الزوجة الصالحة، الزوج الصالح، ومن هنا تبدأ يعني من عمر سنتين دكتورة ممكن الطفل يبدأ يستوعب هذه الأفكار؟ نعم، يبدأ يتقيد، يعرف الضوابط الأساسية لديه، لأن الطفل زي الصفحة البيضاء اللي أنت تعبيه أو تكتبه فيه هو يبدأ يتلقى. فمهم جدا من الصغر أنك تعلمه الانضباط بحيث أنه يعتمد هذه الفكرة حتى إن شاء الله بإذن الله إلى مراحل متقدمة من العمر. جميل، هذا الأسرة. رقم اثنين اللي هي المدرسة. وأنا أرى بصراحة أنه المدرسة يمكن دورها أقوى حتى من دور الأسرة، لأنه تعرف مع الاعتياد على الوالدين أو أفراد الأسرة يمكن الطفل يقول لك لا أسمع كلام شخص مغاير أو مختلف، فتأثير المدرسة قوي جدا على الأطفال وعلى النشأ. لذلك من المهم جدا أنه حتى في عملية التعليم يكون في تعزيز ودور للوعي الفكري فيها. طيب إذا تكلمنا عن المدرسة، نتكلم على أي جانب؟ المعلمين، المناهج، البيئة، الأنشطة، الفعاليات، إيش الأشياء الأكثر تعزيزا للأمن الفكري الإيجابي عند الطلاب؟ هي عبارة عن توليفة بالأكيد، أنه لازم المنشأة تكون مناسبة للنشأ، للطلبة، يكون المعلمين أيضا مناسبين ومتقيدين، وأن لا يكون الحرم التعليمي مسارا أو مكانا لتلقيح الأفكار أو الأجندات المعينة. لابد أنه من هنا يبدأ الكادر التعليمي، المدرسة، أيضا المناهج الدراسية لها دور كبير، وإحنا شفنا أيضا حتى في وزارة التعليم كيف بدأوا ينتبهون لهذه النقطة. جميل، طيب الأسرة، المدرسة، رقم ثلاثة. رقم ثلاثة ربما يشترك فيها عدة جهات زي المسجد مثلا، وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور كبير في عملية تعزيز الأمن الفكري، أيضا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، وزارة الإعلام، كلها أيضا تلعب دور كبير في عملية التعزيز. طيب أباخذك لنقطة يمكن هي موجودة في العمر المبكر بين الأسرة والمدرسة، في عمر المرحلة الابتدائية مثلا أو بداية المتوسط. اليوم مع وجود هذا الانفجار التقني الكبير جدا، يستطيع الشخص في بيته أو الطفل في بيته أنه يتعامل مع عشرات الآلاف من الناس على مستوى العالم. صحيح. هذا الجانب في خطورة على الأمن الفكري ولا أنت تقللي من شأنها؟
لا بالطبع، وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا أقصد وسائل التواصل، ألعاب الأونلاين على وجه التحديد، ألعاب الفيديو، صحيح، كلها لها دور كبير في عملية الأدلجة أو نشر أجندات معينة. وإحنا لما نتكلم مثلا عن الانحرافات الفكرية اللي ممكن يتأثر فيها الطفل أو المراهق أو الشاب أو حتى الفرد الكبير في العمر، ممكن تكون ما بين طرفي الانحراف الفكري اللي هي انحلال أو حتى تطرف. فمهم جدا عملية الرقابة الأسرية، المتابعة، التوعية الفكرية المستمرة من قبل زي ما قلت لك مؤسسات التنشئة الاجتماعية، هذا أيضا حيلعب دور كبير في. طيب في مجالكم في الأمن الفكري، وين المرحلة العمرية من كم لكم اللي تقولوا للأهالي يا جماعة انتبهوا لهم فكريا في هذه المرحلة؟ تقريبا هي البداية تكون من المرحلة المتوسطة، تقريبا من أول متوسط هنا يبدأ الطفل شوي ينمو الوعي عنده، حب الاستطلاع، حب البحث، حتى يكون سريع التأثر بالمواضيع. فهنا مهم جدا عملية الترابط. يعني نقول سن 11 إلى 12 سنة تقريبا إلى ما بعد، إلى حتى نهاية المرحلة اللي هي الجامعية، بعد نهاية التعليم العام إلى المرحلة الجامعية. طيب لنفترض دكتورة أنه في واحد من الآباء أو الأمهات لاحظ في هذه المرحلة العمرية على أحد أبنائه أو بناته موضوع خلل الأمن الفكري هذا، في أي واحد من الاتجاهين اللي قلتيها، إما في اتجاه التطرف أو في اتجاه الانحلال، إيش التصرف اللي ممكن يعمله في هذه المرحلة؟ التصرف السليم اللي انت تقول هذا الافضل. هنا الاشكاليه، احنا دائما نلاحظ التصرف الخطا لكن ما نبدا بعمليه اللي هي المتابعه الدوريه، الحوار مع الابناء بحيث ان نعرف تطلعاتهم، افكارهم، مناقشتهم فيها، تبيان الخطا والخلل لهم، هذا ايضا جانب مهم جدا قبل حتى انه ما يحصل الكارثه فيما بعد. بعدين اذا لا قدر الله لاحظ على ابنه شيء او توجه معين سواء انحراف او انحلال، فممكن انه يستعين بمختص، يتجه يعني الشخص ممكن يكون متمكن في هذا المجال يساعده في هذا الأمر. طيب اليوم ممكن الطفل أثناء اللعبة يتعامل مع أي أفكار متطرفة، إذا بدأت هذه الأفكار تدخل إلى ذهنه، تمام، بالعادة في السن المبكر 10 11 12 سنة، كيف يتصرف الطفل؟ يعني هل ممكن يكون مكشوف إلى درجة أنه عادي يجي يتكلم مع أهله ويقول والله أنا كنت ألعب مع واحد من المكان الفلاني وكان يعطيني هذه الأفكار، ولا هو ممكن يخبي خوفا، ولا إيش بالضبط؟ يعني كيف أنا ممكن كولي أمر اليوم أكتشف هذا الموضوع؟ بعض الأطفال أو الشخصيات خلينا نقول بشكل عام، لأنه تتميز بفروق فردية، ممكن يجيك يعني إذا كانت الأسرة متفاعلة وفي بينهم حوار، ممكن يجي لأحد الوالدين ويحكي له ويطلب أنه يعني يفسر له الموضوع. بعض الأطفال أو بعض الشخصيات لا، يصيبه قلق، ممكن يجيه اكتئاب فتأثر حالته النفسية. فمهم جدا زي ما قلت لك أرجع وأقول عملية الحوار المستمرة مع الأبناء. طيب اليوم دكتورة إذا, 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 إذا نشأ هذا الحوار اللي بدأ يقود عقل هذا الطفل إلى أي منطقة من مناطق التطرف، التصرف الأسلم اليوم من الناس اللي حوله، الأب أو الأم أو غيرهم، إنه يقطع نهائيا المكان، ولا يحاوروا باتجاه انه يفهمه ويتركه ويعطيه المساحه، ولا ايش بالضبط؟ مساله المنع انا اشوف بصراحه انها تجذب اكثر، فكل ما منعته راح بحث عن وسائل ثانيه ممكن يطلع الموضوع بشكل اكبر. لذلك مهم عمليه انه الوالد او الوالده يستوعب الامر، يناقشه في الموضوع، يفسر له ايش الاشياء اللي ممكن انه يستعين فيها، يبحث له عن بدائل او حلول، فهذا الامر ممكن يساعد. طيب انت ذكرتي اثناء حوارنا مفردة الحوار، ويمكن ركزت عليها أكثر من مرة، من وعينا على الدنيا وإحنا نسمع هذه المفردة، الحوار قيمة الحوار، حاوروهم، يمنع التطرف، كل هذه الأشياء. اليوم أنا معي متخصصة في هذا الموضوع، نبغى ننقله من جانب التنظير إلى جانب العمل، كيف الحوار يقدر يغير؟ كيف؟ أعطيني مفاتيح، آليات، أساليب. والله أنا أقول لك الأسلوب المعتمد في بيتي أنا مع أولادي مثلا، أنا عندي الجمعة هذا يوم مقدس، لازم يكون في تواصل مع أبنائي، عودتهم من هم صغار أي حدث يصير في المدرسة أو هم يتعرضون له يجون يقولون لي، حتى لو كنت تعبانة أو جاية من برا. بالإضافة إلى أنه من المهم جدا لما يقول لك الإبن أو الإبنة مشكلة أو موقف أو قصة يبغى يرويها، لكنك ما تحكم عليه ولا تظهر مظاهر الإزدراء لموضوعه أو أنك مثلا تحرجه أو تحكم عليه، فهذا أيضا جانب مهم في عملية أنه يفرغ عندك الأشياء اللي هو يستصعبها أو يحتاج فيها تفسير، فهذا أيضا مهم. الوقت مش بعض الناس يقول لك لا أنا ما عندي وقت، الوقت في موضوع الحوار مع الأبناء أو الجلوس معهم
ما هو مهم بقدر ما هي الجودة في الجلوس معهم، النوعية في الحوار معهم، هذا أيضا. طيب أنا أبغى أفهم دكتورة طبيعة هذا الحوار اللي أنت ترشدين الناس إليه اليوم، إيش طبيعته؟ أنت حتجلس أمام طفلك وتبدأ تفتح أمامه هذه الموضوعات، ولا تسأله عن أشياء معينة وهو يجاوب، ولا إيش بالضبط؟ يعني أنا كيف أحيط طفلي بحوار باتجاه تعزيز إيجابي لأمنه الفكري؟ بالطبع الموضوع يمر في مراحل متعددة، يعني مثلا أنت تحكي له، هو يبدأ يحكي لك، تسأله إيش عملت في المدرسة، إيش الأشياء اللي تحتاجها. هي العملية التواصلية بشكل أكبر، يعني كل ما أنت كنت منفتح على الحوار مع الإبن، جذبه إليك، هو بالتالي حيكون أكيد أنت كاتم أسراره، حيلتجئ لك في أي وقت يحتاجك. بما أنه إحنا جالسين نتكلم أيضا على موضوع ألعاب الفيديو والأونلاين وغيرها، هل نوعية، شوفي ليس الأشخاص اللي يتكلم معهم، نوعية الألعاب نفسها ممكن تكون مفتاح وطريق لأي حالة تطرف؟ نعم صحيح. كيف؟ العنف يولد العنف، فكلما جلس الابن، خصوصا إذا بعض الأطفال يقعد فترة طويلة على مدى سنين من عمره يتابع أشياء فيها عنف، فيها مضاربات، وبالتالي هذا الشيء يصير عنده، يتولد عنده أنه ما عاد يفرق معه، فتشوفه يشوف مقاطع مثلا في تويتر أو في برامج وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي تصير تجذبه بشكل أكبر، وممكن يبدأ هنا يلفته الموضوع بحيث أنه يتأثر بهذا الشيء. طيب هنا ممكن يجيك ولي أمر ويقول لك يا دكتورة طيب أنا كيف أوازن الموضوع ما بين رغبة الطفل وأنه اللي جالس يشوفهم من أقرانه أحيانا يلعبون، وما بين أنه هو حاب هذا الموضوع، ومن جهة ثانية أنه أنا ما أبغى ينزلق في هذه الألعاب العنيفة، كيف أوازن بين الثنتين؟ هي في نقطتين، النقطة الأولى اللي هي المتابعة والرقابة الأسرية، النقطة الثانية أنه في بدائل، دائما في بدائل لكل شيء، فممكن يعرض عليه البدائل الموجودة وبالتالي يقتنع فيها الطفل. كم نسبة خوفكم كمختصين أنه مثلا ألعاب الفيديو العنيفة إجمالا قد تؤدي إلى التطرف، ولو نسبة تقريبية كم؟ والله ما أقدر أعطيك يعني رقم محدد، لكن لها دور كبير في عملية اللي هي. طيب بدون رقم، المستويات، يعني مستوى تأثر الطفل وأنه يقاد إلى التطرف بسبب الألعاب العنيفة، مستوى كبير وعالي، متوسط، عادي؟ ربما يكون متوسط. طيب إيش الأشياء الثانية اللي ممكن تساهم في نقل أفكار متطرفة له؟ هي اللعبة في حد ذاتها ما تصنع اللي هو التطرف، لكن اللي هو المبدأ لما يتعود على الدماء وعلى المناظر هذه، هو بالتالي يصير عنده الموضوع عادي، فيتقبل أي شيء يفرغ فيه، أو مثلا تجنيد، أو عملية هذه الفكرة اللي هو أنه يستسهل المناظر هذه الفكرة المعنية في عملية الألعاب العنف. طيب تكلمنا يمكن بشكل موسع عن الأسرة والمدرسة، ثم ذكرتي ثالثا المسجد، وسائل التواصل، الإعلام مثلا. خلينا ناخذ جزئية وسائل التواصل. وسائل التواصل اليوم إيش الموقف منها؟ أنت كيف شايفتها؟ وأنا أرجع وأكلمك دكتورة عن العمر هذا القابل لتشرب الأفكار المتطرفة مثل ما ذكرتي، اللي هو من بداية المرحلة المتوسطة فما فوق، يعني من 11-12. إيش الوسيلة الأفضل لأمنه الفكري في التعامل مع وسائل التواصل؟ اليوم كثير من العائلات يقول لك أنا ما أقدر أمنعه تماما وأقفل كل حساباته. إيش الطريقة؟ وإحنا أيضا ما نأيد المنع، لأنه زي ما قلت لك المنع يجذب أكثر الشخص للأشياء الممنوعة، لذلك اللي هو الرقابة الأسرية، المتابعة، نصح الأبناء، متابعتهم بشكل دائم، التناقش معهم في الأشياء اللي شافوها، إيش الأشياء اللي متخوفين منها، زي المواضيع اللي مثلا دائرة حاليا، دائما نحاول أنك تتواصل مع أبنائك فيها، تخفف عنه الوطأة بحيث أنه ما يتأثر فيها أو يحتقن، فهذه الأشياء كلها تلعب دور في عملية بس أنا اليوم أبحث عن الموازنة، يعني اليوم مثلا وسائل التواصل متاحة للجميع، تمام؟ في عندي وسائل التواصل أنفسها حاطة أعمار معينة، ومع ذلك ما في التزام بموضوع الأعمار، يعني في أعمار أقل ومفروض أنها ما تدخل وجالسة تدخل. السيطرة على هذا الموضوع ليس بالسهولة اللي ممكن أحد يتخيلها كذا بالحديث. أنا أبغى أشياء عملية، هل أفعل الرقابة؟ هل أمنعه من أنه يعمل حساب إلا لما يوصل لسن معينة؟ هل أشوف مين اللي يتابعهم واللي يتابعونه؟ طيب في المقابل إذا أنا عززت هذه الرقابة، مش ممكن أخلق عنده حالة ثانية من السلطة الأبوية اللي تخليه يهرب إلى أشياء ثانية؟ كيف أوازن الأمور؟ من المهم الرقابة، يعني هذا دور الأسرة، يعني شيء إلزامي، لكن من المهم في التعامل، خصوصا إذا كان الطفل مراهق في سن المراهقة، يكون يعني ما يحب القيود، مهم جدا عملية الرقابة أنها تكون بشكل غير مباشر، بحيث أني ما أحسسه بقيودي عليه أو متابعتي الدائمة له. لكن زي ما قلت لك، عملية التواصل، عملية التنبيه، يعني أنا في أحد المرات شفت حساب لطفلة 11 سنة كاتبة أنها ملحدة،
هي ما هي عارفة أصلا وش معنى ملحدة، ولا هو بشيء يعني تعزيزي عشان تضيفينه في البايو حقك كملحدة. فهنا مهم جدا أنه باستمرارية التواصل مع الأبناء، التوضيح لهم، تداول المواضيع الدارجة، هذا شيء جدا مهم في عملية. إذا أخذنا هذه الحالة مثلا دكتورة، لو هي أو في مثلها، كيف تتم المعالجة؟ الحقيقة أنا شفتها يعني، لكن لما تواصلت مع البنت اكتشفت أنه الخالة نفس الشيء نفس الفكرة، فهي حاقنة البنت في هذا الموضوع، ولا هي أصلا ما تعرف إيش معنى ملحدة. فمهم جدا عملية حتى أنه رقابة تطال حتى الأشخاص اللي يتعامل معهم الطفل، سواء من الأهل، وإحنا يعني شفنا حتى في عملية بعض الأقارب ممكن حتى يتحرشون فيهم. فعملية الرقابة مهمة جدا في عملية. يعني أنت تحاورتي معها مباشرة مع الطفلة؟ أي أنا سألتها يعني أنت تعرفي إيش معنى ملحدة؟ قالت إنه خالتي ملحدة وأنا ملحدة زيها. بس كذا. بس هي ما تعرف شو يعني إلحاد. ما تعرف. طيب وين وصل بينكم الحوار؟ بس يعني أنا ما حاولت إني آخذ وأعطي معها، لأنه ما تعرف يعني ممكن الطفلة تأخذ موقف متحيز، أو ممكن يعني ما كان عندي صلاحية إني أتعمق معها في الحوار، لكن لفت انتباهي البايو فسألتها يعني. طيب الناس المحيطين بهذه الطفل، احنا ناخذها كنموذج فقط يعني. تمام. الناس المحيطين، اذا في احد من الناس القريبين جدا منها انتبه لهذه النقطه وحاب انه يعالجها، كيف يبدا والى وين مفروض يوصل؟ يبدا اللي هو من عمليه اللي تعزيز القيم لدينا، دائما التاكيد على عمليه انه احنا مسلمين، من خلال عمليه اللي هي النمذجه. لما تكون انت كقدوه في بيتك اكيد انه اطفالك حيتاثرون فيك، بل وحتى افراد الاسره جميعا. فمهم جدا عمليه النمذجه، عمليه المتابعه، عمليه اللي هي تاصيل القيم لدينا وتعزيزها، هذا شيء جدا مهم في عمليه اللي هي تاكيد على القيم الاسلاميه عندنا. اي بس هل هذا التاكيد وتعزيز القيم سيؤدي بشكل مباشر إلى قناعة الطفلة هذه؟ أكيد. أنا أبغى أعرف كيف أقنعها يعني. هي أساسا ما هي عن قناعة، هي ماخذ الموضوع كتقليد، عرفت؟ فالعملية هي نمذجية لا أكثر ولا أقل. لكن لما يوضح لها، لما يعني طفلة في هذا السن، الغرباء يلاحظونها، أين دور الأهل؟ يعني معقول الأهل ما يشوفون مقاطعها، ما يشوفون البايو حقها؟ فهنا الأمر ممكن يسبب ربكة. طيب من التجارب اللي مرت عليك دكتورة في عملك، في استشاراتك، في أبحاثك اللي أجريتيها، إيش أهم الـ 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 القصص، وإضافة إلى القصص المناطق اللي يجب الانتباه لها، أقصد المناطق الفكرية في حياة الشخص اللي لازم العائلة تنتبه لها بحيث أنه ما ينزلق ولدهم أو بنتهم؟ مهم جدا. والآن حتى وحدات أبغى من تجربتك التوعية الفكرية، وأنا شخصيا صراحة أمارسه حتى مع أولادي وعلمتهم إياه، اللي هي عملية النقد والتحليل. أنه مو أي موضوع يمر فيك أنك تأخذه، ممكن يكون إشاعة، ممكن يكون معلومة إرجافية، ممكن تكون معلومة مغلوطة. مهم جدا أنك تعرف المصدر، تحلل النقطة هذه، إيش أهدافها، مين اللي أشار إليها. مهم جدا عملية النقد قبل أني أكون كوعاء فقط يحقنون فيني، هذه عملية جدا مهمة. عملية النقد والتحليل انت تشوف ان لها الأولوية؟ اكيد. طيب من الـ من الـ من الـ من القصص اللي مرت عليك، وجدتي انه في نقص في هذا الجانب؟ جدا جدا عظيم. يعني حتى الان لو تتابع في وسائل التواصل الاجتماعي تشوف البعض يتشرب المواقف معينه، او ينتهج موقف معين، هو ما هو فاهم الجوانب كافه، لكنه حقن، وبالتالي هو ما عنده اليه او مهاره اللي هي النقد والتحليل، وبالتالي تاثر بالموقف. نعم دكتوره، يعني سابقا وبعض المقاطع الان اللي توصل في وسائل التواصل وغيرها لبعض الاشخاص اللي انخرطوا في التطرف الى حد إراقة الدماء وغيرها، لما نشوف الفيديوهات احيانا يعملوا فيديوهات فيها حاله كبيره من من بين قوسين غسل الدماغ، من الاقتناع الكامل بهذه الفكره الارهابيه المتطرفه. صحيح. وتاكيد عليها، ملامحه، لغه جسده، طريقته، كيف اوصلوه الى هذه المرحله اللي نسمعها دائما في الاعلام، موقع غسل الدماغ، غسل الدماغ، كيف اوصلوه الى هذه المرحله؟ الأجندات الخارجية أو الأفكار المؤدلجة أصحابها دائما عندهم قدرة تحمل وصبر لا يمكن يخطر على بال البشر، فعملية الاستمرارية لديهم جدا قوية.
فدائما يبدا يحقنه يجذبه لما يشوف نقطه معينه. على فكره هم حتى لما ياخذون هذا الجانب يكونون مختصين فيه، فيبدا لعمليه اللعب على الارجاف، الهزيمه النفسيه، حقن المجتمع ضد بعضه، يبدا مثلا يشوف ايش الاشياء اللي يتاثر فيها الشاب او الشابه ويبدا يعمل عليها، وبالتالي يحقنه مباشره ويكون كالوعاء فيعبي بهذا الاحتقان لين ينفجر. الاستغلال السيء من قبل قاده الافكار المتطرفه وغيرهم، الاستغلالهم السيء للعاطفه الدينيه الموجوده عند بعض الشباب في عمر مبكر يلعب دور كبير في الحكايه هذه؟ اكيد صحيح، لها دور كبير في عمليه التاجيج والاجنده. يعني هو يروح لشخص عنده عاطفه دينيه زائده مثلا، ولا هو يصنع فيه هذه العاطفه بشكل ماكر بحيث انه يجذبه الى اي فخ متطرف؟ لا، يكون مثلا الطرف الاخر عنده تقبل او عنده يعني قابليه لهذا الموضوع، وهنا هو يبدا الشخص المؤدلج او المتطرف يبدا يحقنه بالاشياء اللي تحفز هذا الامر لديه الى ان يصنع متطرف مؤدلج. يقولون يعني من الابيات اللي نشانا عليها: لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. اليوم الى اي مدى يعني فكره الاقران في المجتمعات ممكن فعلا تقود الى هذا؟ الاقران لهم دور جدا كبير، يعني حتى في رسالتي كان لهم جانب جدا كبير في عمليه اللي هي نشر التطرف، سحب الاصحاب الى مواضع الشبهات وبئر التطرف، فلهم جدا دور كبير في عمليه اللي هي التجنيد ونشر الافكار المنحرفه. طيب خليني اخذك لساحتنا شوي، تكلمنا عن وسائل التواصل، الاعلام. اليوم كيف تقيسين دور وتاثير الاعلام؟ يعني هل ما زال الإعلام بالفعل قادر أنه يصنع هذاك الأثر العالي والقوي جدا باتجاه الأمن الفكري، ولا لا تشوفين أنه الدور توارى وما عادوا بهذه القوة؟ والله سابقا تقريبا إلى ما قبل سنتين ما كان ذاك الدور اللي أنا أشوف أنه فعال، لكن خصوصا خلال السنة الأخيرة ما شاء الله يعني جهود جدا جبارة في مجال الوعي الفكري ونشر الأمن الفكري، فلا بدأوا يعني يستردون دورهم بشكل قوي. طيب قبل ما أختم دكتورة، في نقطة ثانية لها علاقة بالاتجاه إلى المختصين وإنت قلتيها في البداية. اليوم لو شخص أدرك أنه والله أنا واقع في فخ ولا في حقل متطرف فكريا وماني قادر أتخلص منه، كيف يلجأ لمختص علشان تهدأ أفكاره؟ كيف؟ إيش الآلية؟ إيش الطريقة؟ أول خطوة إذا حس أو شعر أنه في بؤرة مشبوهة ينسحب مباشرة. طيب هذا واحد. النقطة الثانية يبدأ يلجأ للجهات المختصة، شخص مختص، وفي يعني أماكن كثيرة ممكن يلجأ لها، مثلا في وزارة الشؤون الاجتماعية أو في وزارة الداخلية ممكن حتى تساعده في عمل دون حتى يعني ضرر عليه. فهذا الموضوع أيضا مهم جدا في عملية أنه الواحد لما يبغى مثلا يتحرر من قيود التطرف، فهذا أيضا إذا لجأ إلى مختصين أو مستشارين مثلك ومثل من يعملون نفس عملك في الميدان، تمام، ايش الفائده اللي راح يجنيها؟ يعني كيف حتبدوا معه؟ اكيد انه اولا يتحرر من 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 عمليه اللي هي تانيب الضمير المتوالي، الشعور بالاكتئاب، القلق. دائما المتطرفين عندهم كم هائل من المشاكل النفسيه، فهو بدال يعني عوضا عن انه مثلا ينتحر او يتسبب في مشكله يذهب لعمليه التفجيرات او ضرر الاخرين. معليش اوقف عند هذه الجمله. تقولي انه مجموعه كبيره من المتطرفين عندهم كم هائل من المشكلات النفسيه، هذه من واقع تجربه وقفت عليها؟ صحيح، فكثير منهم عندهم مشاكل نفسيه ما بين اكتئاب ما بين قلق، يعني حتى بعضهم ممكن يكون مثلا يدرس طب او مثلا في وظيفه في مكانه معينه ويبدا يتركها بدل ان يذهب للمسار الصحيح بعلاج مثلا المشكله اللي هو يعاني منها، سواء اسريه تسببت له بازمه نفسيه او حتى ممكن تكون مشكله ذهنيه، بدل عن اللجوء مثلا للمختصين زي الاطباء او المستشارين النفسيين يبدا يحقن نفسه او يبحث عن بديل اخر. دكتورة أثريتينا جدا في هذا الحوار، شكرا جزيلا لك وشكرا لحضورك معنا في أهلا. وقبل ما نختم، إذا في رسالة حابة توجهينها إيش تقولين فيها والمين؟ والله رسالتي هي قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. دكتورة شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. شكرا للدكتورة فهد العريفي، حوار نرجو أن نكون من خلاله قدمنا ولو جانب بسيط من دورنا اليوم في الإعلام في التوعية والتثقيف بمثل هذه المسائل، ونسأل الله الحفظ والعز والأمن والأمان لكل بلداننا وأبنائنا. بعد هذا الفاصل مكملين معكم.